ابنك ذاكرته ضعيفة ومش بيركز، ودايما تحسي ان مهما تقولي له اي حاجة بينساها على طول. وتيجي بقى فترة المدارس، كل شوية تعيدي في الدرس وتكرري فيه اكتر من مرة، وتجيبي له مدرسين وتغيري في مدرسين، وتقولي اكيد العيب في المدرسين، اكيد هما مش عارفين يوصلوا له المعلومة. وبعدين ترجعي تقولي لنفسك يمكن هو الولد مش واخد على جو المدرسة والمدارس والمدرسين. لا، خلي بالك، طالما ابنك بيعاني من ضعف الذاكرة وبينسى كتير، يبقى لازم تلجأي للمتخصصين. عارفة ليه لازم تلجأي للمتخصصين؟ عشان تعرفي هو سبب المشكلة دي أو ضعف الذاكرة ده هو سبب عضوي ولا وراثي ولا نفسي. طيب، ولو احنا عرفنا ان السبب عضوي، يبقى اكيد هنلجأ للعلاج المناسب اللي هيعالج المشكلة اللي في الذاكرة وهيساعد كمان ان هي تتحسن. طيب، ولو انت اكتشفتي ان السبب وراثي، يعني الذاكرة ربانية قليلة، هو مولود كده، في الحالة دي مش هتقدري تعملي أي حاجة غير إن أنتي تساعديه بجلسات تنمية المهارات اللي بتساعد في تنمية الذاكرة وتطورها. ولو عرفتي إن المشكلة دي سببها نفسي، يبقى هتلجأ للعلاج السلوكي وكمان الجلسات الإرشادية.